تذكرنا أوضاع الأطفال، أنت الآن موجود في الداخل السوري في حماة تحديدا، تذكرنا أوضاع الأطفال السوريين وهم تحت وطأة هذا النظام المجرم مهند. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أخي الكريم، بالنسبة لوضع الأطفال في سوريا وخصوصا في مدينة حماة، نذكر أطفال النازحون من مدينة حماة يعانون معاناة شديدة ويومية. بالنسبة للنازحين من ريف حماة هم معظمهم في الكهوف، وقسم فيهم دخل فيهم وقسم يسكن في بيوت غير مجهزة نهائيا. بالنسبة للأطفال، يعانون الأطفال من انتشار الأوبئة والأمراض، خصوصا مرض اللاشمانيا أو ما تعرف بحبة السنة ومرض السلس. أخي الكريم، أطفال سوريا بشكل عام وأطفال حماة يعيشون معاناة يومية بحاجة إلى كافة الوسائل التي تبقيهم على قيد الحياة. يعني بالنسبة إذا تحدثنا بالنسبة لوضع النازحين بشكل كامل في سوريا وفي حماة على وجه التحديد، عندما ينزح الأهالي ريف حماة نتيجة قصف قوات النظام واحتلالها للقرى والبلدات في الريف الحموي، يضطر الأهالي إلى النزوح إلى أماكن أخرى، أحيانا يسكنون وينامون تحت الأشجار، عائلات بدون يعني معهم أطفال بدون، فقدوا الآباء وفقدوا الأمهات، لا معيل لهم، يعني أوضاع مأساوية جدا يعانيها هؤلاء الأطفال. يوجد أيضا حالات للبتر، خصوصا بتر القدم أو بتر اليد بالنسبة للأطفال نتيجة قصف النظام. يعني بالنسبة لريف حماة يوجد قرى نازحة بشكل كامل، نذكر منها مدينة مورك وكفرنبودة والمغير ومدينة وبلدة أجلمة، أيضا نزوح جزئي مثل بريديز وكترزيتا وغيرها. يعاني النازحون معاناة شديدة بتأمين ربطة الخبز التي قد يتجاوز ثمنها 100 ليرة سورية، أيضا يعانون من تأمين الاحتياجات اليومية من غاز وطعام، حيث سلة الإغاثة لا تصل كل 4 أشهر سلة إغاثة واحدة، يعني ماذا تكفي العائلة؟ أخي الكريم، أود أن أذكر لك قصة لإحدى العائلات النازحة من ريف حماة والتي نزحت إلى ريف إدلب الجنوبي وسكنت إحدى المدارس. يعني عائلة الأب استشهد، الأم توفت منذ شهران بمرض السحايا، ولا يوجد إلا الأطفال والجدة. الجدة تقوم بالتسول في الشوارع، تقوم بالطلب من الناس لكي تؤمن لهم قوت يومهم وتؤمن لهم ثمن ربطة الخبز. نعم. أخ مهند، وماذا عن ما يقال عن خطف واعتقال الأطفال للضغط على ذويهم أحيانا لتسليم أنفسهم؟ أخي الكريم، بالنسبة أنه يوجد ضغط على الأطفال للتسليم، يوجد كثير من الضغوط التي يرتكبها النظام، نظام مجرم يحاول بشتى السبل الضغط على الأهالي والضغط خصوصا على الأشخاص المهمين بالنسبة لديه والذين يسببون له إزعاجا، يقومون بخطف أطفال والضغط عليهم لكي يسلمون أنفسهم. أخي الكريم، أنا أتمنى من خلال الحملة التي أنتم قائمون عليها الآن، خصوصا بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي نتوجه لها نحن الشعب السوري بجزيرة، لما يقومون به الدعم، ونتمنى أن تسير هذه الحملات وأن يقوموا بمساعدة الشعب السوري. أخي الكريم، أود أن أذكر نقطة هامة جدا قد لا ينتبه عليها الكثيرون بالنسبة للمساعدات التي يتم إرسالها للداخل السوري. أنا على تواصل يومي مع النازحين من ريف حماة الذين نزحوا إلى ريف إدلب الجنوبي، يعني معظم النازحين ينقلون لي أنه لا يصل إلى الداخل السوري إلا الجزء القليل جدا جدا، يعني الصوت والموضوع المكتوبية، يعني عدم الثقة بين نعم. يبدو أن نواجه مشكلة في الصوت عبر سكايب من سوريا. مهند المحمد، مراسل شبكة شام في حماة، شكرا جزيلا لك.